زي ما شفنا 2006 وشفنا 2001، نروح نشوف هدف الفوز 2003 امام الاسماعيلي، المباراه اللي فاز فيها النادي الاهلي 2-1، احرز اهداف النادي الاهلي رأفت خليل واسلام عبد الله. نروح نشوف هدف فوز النادي الاهلي على الاسماعيلي. المباراة اللي فاز فيها النادي الأهلي 2003 أيضا كانت يعني هدف الفوز إسلام عبد الله كان في الثواني الأخيرة، دي برضو مباراة كانت بروح الفانيلا الحمراء زي ما شفنا أسبوع يعني مليء بالأهداف مليء بالانتصارات بالنسبة للنادي الأهلي على نادي الإسماعيلي، ابتدى بالفريق الأول وانتهى بفريق 2003.